الزمن الذي سيلتهم فيه هذا الانفجار الكرة الأرضية وكواكب المجموعة الشمسية. هذه الظاهرة التي يتابعها الكثيرون من علماء الفلك وهواته عبر مراقبهم في المجرات البعيدة في الكون انبثقت عنها في الآونة الأخيرة ما يمكن أن يعتبر اكتشاف العصر، الذي أضاف على النظرية المركزية المتعارف عليها لنشوء الكون والمعروفة باسم الانفجار الكبير. تلك النظرية القائلة بأن الكون ذاهب في التمدد منذ لحظة ذلك الانفجار قبل 14 مليار سنة عادت اليوم لتجد نفسها في دائرة النقاش العلمي. فبعد أن كان الرأي منذ عشرينيات القرن الماضي هو أن تمدد الكون آخذ في التباطؤ، ثبت بما لا يدعو للشك أن العكس هو الصحيح. الكون يتمدد بتسارع واضطراب، هذه هي الحقيقة الجديدة التي قلبت مفاهيم الانفجار الكبير رأسا على عقب. هذا الكشف من خلال مراقبة 3 علماء للنجوم بعيدة تنفجر، بدلا من أن يزداد بريق الانفجارات النجمية كان ضوءها يخفت، الأمر الذي يعني أن هذه النجوم ماضية في الابتعاد نتيجة تسارع الكون في الاتساع. This year's Nobel Prize in Physics is about our entire universe. جائزة نوبل للعلوم لهذا العام هي عن الكون بأسره، فقد قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح نصف جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2011 لسول بيرمالتر، والنصف الآخر لكل من آدم ريس وبرايان سميث لاكتشافهم التسارع في تمدد الكون عبر مراقبتهم لانفجارات نجمية في مجرات بعيدة. وقالت لجنة نوبل إن النتيجة التي توصل إليها هؤلاء العلماء أقل ما يقال عنها بأنها مدهشة، كما أنه بات هناك اعتقاد بأن وراء هذا التسارع طاقة داكنة لا يزال العلماء يعرفون كنهها، وهم يقبلون أن هذه الطاقة طبية عكسية ترى الكون حول ما إلى جليد. في نهاية النشرة هذا تذكير بأهم الأنباء.